السؤال الثاني، عندي الوالدة الله يحفظها تصلي في غرفة من الغرف في البيت، وقدام الله يعزكم ويعز السامعين دورة مياه، فهي يعني ممكن ما أخذ يمين أو يسار قدامها جداتقين، بس بشكل عام دورة مياه قدامها، ما حكم في ذلك؟ تصلي في غرفة قدامها يا شيخ دورة مياه؟ لا بأس بذلك، إذا كانت دورة المياه دونها جدار فلا بأس بذلك، ولا تلتفت عن القبلة بحجة أن ما أمامها دورة مياه، بل تصلي إلى القبلة، ولا يضرها إذا كانت دورة المياه محاطة بجدار بينها فاصل والمصلي، لا بأس بذلك. نعم.